بطبيعة الحال نجد الثقة فيه لأنه النتائج غادة في التصاعد الحمد لله. لاعبين على كأس العرش تلماس اليوم بالوليدات الصغار تبارك الله داز مزيان ومحتلين الصف الأول مؤقتا وباقي اللاعبين في الكاف غادي إن شاء الله. إذن ما كاينش علاش غادي يتقلق على السلامي من إطار كبير وحقق نتائج كبيرة للموسم اللي فات تكلاص الأول في البطولة وبشينا مع نصف النهائي مع الزمالك يعني عنده كامل الثقة ديال المكتب المسير الحالي. السلام عليكم. كتشوفوا مصلحة ديال الرجاء دابا مع في الواقع ديال السلامي؟ طبيعة الحال بدون شك.